في عناوين هذه النشرة: الراعي انتخابات نيابية ناجحة هي ضمانة لانتخابات رئاسية ناجحة. الدبلوماسية الاقتصادية في دقيقة مع جبران. مجلس الأمن الروسي يطمئن الدول الصديقة. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي خلال عظة الأحد أن انتخابات نيابية ناجحة هي ضمانة لانتخابات رئاسية ناجحة، فيأتي رئيس يكون قادرا بالنهوض. أن ننتخب يعني أن نغير، أن نقترع يعني أن نختار الأفضل، وإذا كانت الانتخابات ركيزة الديمقراطية عندنا فلا يجب أن تكون الشعبوية ركيزة الامتحانات. الانتخابات وجدير بالمرشحين أن يحدثوا اللبنانيين عن مشاريعهم الإصلاحية الممكنة بدلا من التراشق باتهامات تزيد في الانقسام والضغينة. شبعنا منها. فليبادر الشعب اللبناني بكليته إلى انتخاب الأفضلين إذا أراد حقا التغيير وإصلاح الواقع، وهذا لا يتم إذا ظل المواطنون في بيوتهم. والانتخابات جارية. إن انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان. وبالمقابل على الحكومة اللبنانية الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات. أسطع مثل على بطء الإصلاحات مشروع الكابيتال كنترول الذي كان ينبغي أن يحصل سنة 2019 والذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف. في دقيقة مع جبران اليوم، الدبلوماسية الاقتصادية. لما جيت على الخارجية طلعت على ال 14 مليون لبناني المنتشرين بالعالم وسألت: هل بعثاتنا الدبلوماسية عم تتواصل معهم وتوصل لهم لبنان ومنتجاته؟ عملنا ساعتها برنامج اشتري لبناني، لأنه تخيلوا لو بس هال 14 مليون بيشتريوا لبناني شو بيتحسن اقتصادنا. اقتنعت وقنعت انه الدبلوماسي مش بس للتشريفات وللتواصل السياسي، هو كمان تيسوق لبنان. واطلقنا برنامج الدبلوماسية الاقتصادية، جمعنا كل سفراء لبنان على فكرة انه مش عيب تكون سيلزمان لبلدك، وعيننا لأول مرة ملحقين اقتصاديين بأهم 20 دولة بالعالم، وأسسنا اتفاقيات التبادل التجاري مع عدة دول بالعالم، وأطلقنا غرف التجارة اللبنانية كمان بعدة دول. ومن خلال الدبلوماسية الغذائية عملنا بالخارج
أيام للبيض والزيت والمون اللبنانية، وزدنا صادراتنا لكتير من الدول. صحيح إنه الانتشار اللبناني ثروة، بس مش حتى يستغلوها، ولكن حتى نخليها تستفيد من لبنان ويستفيد لبنان منها. صوته تيار، صوته معنا لثروة الانتشار. نحن كنا ورح نبقى رواد الدبلوماسية الاقتصادية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مهرجان الانتخابي على ضرورة عدم الاستسلام للانقسامات الكبرى لأنها تحدث حالة شلل، ولكن في المقابل لابد من معرفة التشاور مع كل قوة والاستمرار في بناء تحالفات في الشرق الأوسط والمضي بالتحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيرا كما قال. أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أننا سنبقى نصر على أن الناس ليست مكسر عصا وأن حيطها مش واطئ ومش من الجوبة، بدنا نسكر عجز الموازنة. ولفت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من أجل ذلك نعمل على تفعيل مرافق الدولة العامة التي نستطيع من خلالها كسب الأموال، استثمار أمثل الأملاك للدولة العامة، يرفد الخزينة بمال وفير وفرض ضرائب على المقتدرين وليس على الناس المنهكين. ومع بداية شهر رمضان المبارك بلغ سعر جاط الفتوش 50,000 ليرة لبنانية، فهل من انخفاض قريب في أسعار الخضار؟ التفاصيل في تقرير جينيفر مزرعاني. 5,800,000 ليرة هو المبلغ اللي بحاجة له أسرة مؤلفة من 5 أشخاص لتحضير الإفطار خلال شهر رمضان. من المعروف أنه أسعار السلع الغذائية بترتفع خلال هالشهر نظراً لزيادة الطلب عليها، لكن الأكيد أنه السنة الأسعار خيالية. سجلت أسعار الخضار واللحوم زيادة تقدر ب 311% عن أسعار السنة السابقة. أما إذا أردنا احتساب مؤشر الفتوش اللي هو عبارة عن دراسة بعدها مرصد الأزمة بالجامعة الأمريكية ببيروت وبيتم احتساب أسعار 14 مادة بتكون سلطة الفتوش، فبيتبين أنه ارتفع المؤشر بنحو 65% هالعام مقارنة مع العام السابق واللي كان قد ارتفع 152% عن عام 2020. بحسب الدولية للمعلومات بكلف صحن الفتوش لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص عن بداية شهر رمضان حوالي 50,500 ليرة مقارنة مع 12,000 ليرة عام 2021 وحوالي 6,000 ليرة عام 2020. طبعا هذا الارتفاع مبالغ فيه ودليل انعدام الرقابة وجشع التجار. صحيح أنه صار فيه ارتفاع بأسعار النقل نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين، في ارتفاع بكلفة المولدات، في ارتفاع أسعار عالمي نتيجة الحرب الأوكرانية، لكن ما في شيء بيبرر هذا الارتفاع. فإذا بدنا نعتمد سعر صرف الدولار كان السنة الماضية 12,000، هالمرة 24,000 ليرة، يعني ارتفع بنسبة 100%. بينما ناخذ بعض السلع مثلا الخيار كان الكيلو ب 4,000 صار ب 25,000، الخسة كان الكيلو ب 3,000 صار ب 15,000 ليرة، يعني ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر. تقدر كلفة وجبة الإفطار اليومية للفرد الواحد ب 38,700 ليرة، يعني 193,500 ليرة يوميا لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص و 5,800,000 ليرة بالشهر لنفس الأسرة، بينما كانت تكلف حوالي 600,000 ليرة عام 2020 و1,435,000 ليرة عام 2021. فهل رح تضل أسعار الخضار نار بالفترة المقبلة؟ إن شاء الله، طالما درجات الحرارة عم ترتفع والتقلبات المناخية خفت وركزنا على طقس صاحي، معناتها البضاعة بدها تكتر بالأسواق وبدها تعرض أكتر وأكتر، فمعناتها بالتأكيد نحن قدام تنزل الأسعار ابتداء من 15/4 وما بعد. أكترية العائلات بلبنان رح تعاني من صعوبة بتأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها خلال شهر رمضان، وإذا انخفضت أسعار الخضار بالفترة المقبلة فأسعار القمح والخبز إلى ارتفاع. نهاية النشرة، للمزيد تابعوا الـ OTV عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.